قوي. لأن في قلبك الحمد لله ربنا، الحمد لله واحمد الله دائما وابدا. الحمد لله. الفترة الأخيرة دي الحمد لله ربنا هداني وأنزل الهدى على قلبي، والحمد لله أنت ملتزم بالصلاة وبالصوم، والحمد لله أنت بصلي الفجر يعني بقوم أصلي الفجر في الجماعة. الحمد لله. ويعني الحمد لله صلي جامد للحج، هل هذا دليل ان ربنا الحمد لله رضى عني؟ والله هذه من اعظم العلامات على الرضا، ان توفق للطاعه اعظم العلامات التي بها يعرف الشخص ان الله راضي عنه ان يوفقه للطاعه. فاذا اذا اذا رايت نفسك الحمد لله تفزع الى الصلاه، الحمد لله تصلي الصلاه في وقتها، اذا رايت نفسك تحب صيام النافله، رأيت نفسك تحب الإحسان إلى الناس، رأيت نفسك تراغب في الحج والعمرة وحريص على الخير، أعظم العلامات على رضا الله عنك. أما إذا كنت بليدا نائما في فراشك والأذان يؤذن، الله قال في كتابه الكريم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، سنهيئه لعمل الخير، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. لو كانوا يريدون الجهاد لرتبوا، ولكن الله كره انبعاثهم للجهاد فثبطهم عن الجهاد مع رسول الله. فما لكم في المنافقين فئتين، لماذا تختلفون في شأن المنافقين؟ والله أركسهم بما كسب، والله حرمهم شرف الجهاد بكسبهم السيء. فمن أعظم العلامات يا عباد الله على رضا العبد، على رضا الله عن العبد، أن يوفق للطاعة وأن يوفق للاستقامة. لا تنتظر حلما في المنام يأتيك ولكن طيب أو غير طيب، انظر إلى نفسك مع الله، مطيع لله، مخلص لله، سامع لأوامره، منتهي عما نهاك عنه، فأحمد الله، هذه علامة خير وعلامة رضا من الله عليك. لكن إذا كنت شاردا عن طريق الله، لا تصلي، تنام عن الصلاة، تنام عن قراءة القرآن، ليس لك من القرآن نصيب، عاقل لأبويك، حرامي، مرابي، اعلم أنك بعيد عن الله. السلام عليكم.